عنا وظائف وظائف تدرب صفحة 152. قبل ما نبلش فيها بس في شوية تعاريف من السنين الماضية رح نذكر فيها. تعريف المجموعة: زمرة من العناصر تجتمع بصفة ما، منحطهم جوات قوسين من هالشكل ومنميز قوس المجموعة بيختلف عن قوس المجال. هذا بيسموه قوس مجال، قوسين هيك. إذا بقول لك هون قوس مجال من 2 للستة، هذا يعني بيضم كل العناصر بين 2 والستة، مجال يعني غير محدود إذا كان حقيقي مثلا، يعني 2.1 2.2 لا. أما لما بقول لك هيك قوس مجموعة جواته 2 و6 معناها هذه المجموعة تحوي فقط العددين 2 و6. بهالدرس كثير رح نشتغل على المجموعات. تقاطع مجموعتين هي مجموعة العناصر المشتركة، لو وين كلمة المشترك؟ يعني مجموعة فيها مثلا 1 2 3، مجموعة فيها 1 10 11، شو المشترك؟ 1. هذا بسموه تقاطع. اجتماع أو اتحاد مجموعتين هي مجموعة العناصر المشتركة وغير المشتركة، بتوحدهم مع بعضهم بيرمزوا لها اجتماع. فرق مجموعتين هي مجموعة العناصر التي تنتمي للأولى ولا تنتمي للثانية. فرق مجموعتين بسموها لدون كمان جزء مرة معنا لقدام. نفتح التدرب صفحة 152. أول واحد سهل كتير، اختزل ما يلي: قانون تعويض، حلينا مثل البارحة بالدرس. تاني طبعا في عالم اليوم معتبرين حالهم حالين وظيفة، حالين لي فقط هذا الأول واللي هو صفحة 152. نجي على الثاني. طبعا السؤال الثاني ممكن يجي بالامتحان. هاي لك السؤال: اختزل المقادير الآتية. شو يقصد فيها؟ انتبه، بدك تختصر حتى تحاول توصل لجواب ما في عامل. إذا قدرت توصل لجواب كله فيه العامل يلي. إذا وصلت لجواب ما في عامل بيكون مش الحال. أول تمرين رح أمسح فوق وأرجع أكتبه من أول وجديد لأنه تحت ما مبين على رفقاتكم اللي قاعدين ورا. وين مسحت اللوح؟ زائد واحد عاملي على ان ناقص واحد عامل. مين اكبر؟ ان زائد واحد ولا ناقص واحد؟ ان زائد واحد. معناها بتروح شو بتعمل؟ العاملي انك تضرب نزولا حتى العدد واحد او حتى عدد انت بتختاره وتحط جنبه عاملي. نضرب نزولا من ان زائد واحد عاملي حتى نصل لعند الان ناقصه. نبلش باول وحده ان زائد واحد. مين قبله؟ ان. مين قبل الان؟ ان ناقص واحد. منوقف هون وبنحط له عاملي مشان نختصره مع المقام. هلا بتروح هاي مع هاي بضل معنا ان زائد واحد على ما في على بأن انشرى ان مربع اكثر من هيك ما فينا نختزل. صعب. اذا نزولا من البسط حتى نصل الى المقام وبنختصرهم مع بعض. شوف اللي بعد هون. يلا اثنين ان زائد واحد عاملي على اثنين ان ناقص واحد عاملي. نفس الفكره، البسط اكبر من المقام، بصير ننزل نزولا حتى نصل الى المقام. ركز معي. 2n زائد 1 اللي قبله مين؟ 2n بتروح الواحد، يعني اللي قبله 2n زائد 1 ناقص 1، وقبل 2n 2n ناقص 1. هلا بتروح عاملي طبعا 2n ناقص 1 عاملي مع 2n ناقص 1 عاملي، بضل معنا 2n ضربه ب 2n زائد 1 بيطلع 4n مربع زائد 2n. اللي بعده 2n عاملي ناقص 2n ناقص 1 عاملي، والمقام 2n عاملي ناقص n ناقص 1 عاملي. هذا التمرين بيختلف عن اللي قبله اثنيناتهم. السبب
هنيك كان فينا نختصر البسط مع المقام، هون ما فينا نختصر لأنه هون في طرح. فأنا إذا بدي أختصر لازم طلع عامل مشترك بعدين أختصر. فالفكرة هي كيف؟ الاثنين عاملي، سوري، اثنين إن عاملي، حاول أعملها مثل اللي جنبها لأنه هاي أكثر من هاي. شوف هاي اثنين إن ناقص واحد، هاي اثنين إن، فبنزل من اثنين إن لوصل على جنبها. شوفي قبل اثنين إن، اثنين إن ناقص واحد عاملي ناقص اللي جنبها، هاي صارت هاي مثل هاي. بيجي على المقام اثنين برا ما إلي علاقة فيها، الإن عاملي هاي بضرب نزولا حتى وصل للي قبله، إن عاملي هاي الإن بتصير إن باللي قبله، مين قبله؟ إن ناقص واحد عاملي. صرنا مثل هاي مثل. لو كانت هاي اثنين ناقص إن ناقص اثنين كنا بنقول إن بين ناقص واحد بين ناقص اثنين عامل. شو بستفاد أنت له؟ صار عندي بالبسط عامل مشترك، شوف هاد وهاد صاروا نفس الشيء، هون 2 ان ناقص 1 وهون 2 ان ناقص 1 عامل مشترك بيطلع لبرا. هلا نجي بنختصر، اول مقدار 2 ان ضرب 2 ان ناقص 1 عاملي على 2 ان ناقص 1 عاملي، بتروح 2 ان ناقص 1 عاملي مع 2 ان ناقص 1 عاملي، شو بيضل؟ 2 ان ناقص، نجي على هاي مقدار على نفسه، شو بيضل؟ 1. شوف يا عالم مستغربين، عملها هون، شوف مين العامل المشترك؟ 2 ان ناقص 1، نفتح قوس هيك بيطلع عامل مشترك، شو نسيته؟ عامل يسا، هاي عامل تكرم. أول مقدار بقسموه على العامل المشترك 2 ان ب 2 ان ناقص 1 عاملي على العامل المشترك، فبدك تروح هاي مع هاي، شو بتضل؟ 2 ان ليك ليك ناقص مقدار على نفسه، شو واحد. نجي على المقام، مين العامل المشترك؟ ان ناقص واحد عاملي، بتطلع لبرا منقسم عليها، بتروح ان ناقص واحد عاملي مع الناقص بتضل اللي بجنبها واللي هي اثنين ناقص، وبتروح هاي معها شو بضل؟ واحد. الان بالبسط عندك اثنين ناقص واحد، بالمقام اثنين ناقص واحد بيروحوا مع بعض، ضل عندك هدول قربت. مين أكبر؟ 2 ان ناقص 1 ولا ان ناقص 1؟ لا. طيب إذا ما عم تعرف مين أكبر من هدول، تعال على جنب، اعتبر لي الان 5. 2 ان ناقص 1 شو يعني؟ 2 بخمسة 10 ناقص 1 9 علي ثاني 4. نزول على المقام، وين المقام؟ ان ناقص 1، ان ناقص واحد، خمسة ناقص واحد أربعة، مين أكبر؟ تسعة. معناها هاد أكبر من هاد، فبضرب منه نزولا حتى وصل للمقام. شوفي قبل اثنين ان ناقص واحد ناقص واحد بصير اثنين ان ناقص اثنين، نزل نزل آخر شي بترجع للان. ليش؟ لأنه إحنا عم ننزل من التسعة نرجع لمحل الان واللي هي شو كانت؟ خمسة. وإذا بدي تكمل بعد الخمسة مثلاً أربعة بعد الآن شو يجينا؟ إن ناقص واحد. فبروح هاي مع هاي المقادير اللي ضلوا، شو ضل؟ ضل اثنين إن ناقص واحد، اثنين إن ناقص اثنين، نزولاً نزولاً حتى الشغلة اللي كانت قبل الآن واللي إن ناقص واحد واللي هي مين؟ إن. رجع بعيد، اثنين إن ناقص واحد لو رضلك ناقصة بتصير اثنين إن ناقص اثنين، بتنزل بتنزل بتنزل، فآخر شيء بدك ترجع على الإن إجباري. وبعد الان بمرة مين يجينا؟ ان ناقص واحد، بنروح مع بعض بضل هذا المقدار. أربعة، ان ناقص واحد عاملي على ان عاملي، ناقص ان عاملي على ان زائد واحد عاملي. مين أكبر؟ يلا هيك الفكرة، ان ناقص واحد ولا ان؟ ان، معنى هاي بتركها مثل ما هي، وهي ببلش نزلة. ان بان ناقص واحد عاملي. نجي على هدول. مين أكبر؟ ان زائد واحد، أنا بصير ان زائد واحد باللي قبله عاملي. هلا بتروح هاي مع هاي وهاي مع هاي، ضل واحد على ان ناقص واحد على ان زائد واحد، بنوحد المقامات بيطلع واحد على ان مربع زائد اثنين. رقم خمسة، ان عفوا، خمسة، واحد على ان عاملي ناقص واحد على ان زائد واحد عاملي.
بنوحد المقامات. أو قبل ما نوحد المقامات، الـ N زائد واحد عاملة هي N زائد واحد بـ N عاملة، صح؟ خاصة أخذناها البارحة. هاي رح أكتبها فوق كأنه برا كمان. شوف، واحد على N عاملة ناقص واحد على N زائد واحد عاملة. هذه خاصة بتصير إما لنا علاقة فيها واحد على. هو باللي قبله عاملة، يعني N زائد واحد باللي قبله، مين قبله؟ N عاملة. بستفاد هلا بدي واحد المقامات، هذا بضربه ب N زائد واحد بصير مثل هاد، وهذا بضربه واحد وبوحد المقامات. عم يطلع معنا N زائد واحد ضرب واحد، N زائد واحد ناقص واحد بواحد ناقص واحد على المقام المشترك هو N زائد واحد. N زائد واحد N زائد واحد بين عاملين. المقام المشترك عم يطلع N زائد واحد بين عاملين. بتروح هاي مع هاي، عم يضل عنا N على N زائد واحد بين عاملين. بس فينا نختصر ليش؟ فينا نعمل N زائد واحد بين عاملي N زائد واحد عاملي. هلا ال N عاملي هي باللي قبل عاملي، صح؟ هذول ما لنا علاقة فيهم لأنه ما فيهم عاملي. تجي على هاي اللي بالمقام، هاي تعملها هي N باللي قبل عاملي. عشان نروح الان مع الان، اخر جواب واحد على ان زائد واحد بان ناقص واحد عاملي. اكثر من هيك ما فينا نعمله لان ما ضل شيء بالبسط نختصره مع المقام. هنا اخر محاوله، تاكدوا هنيك اذا صح معنا فوق حالي هيك حلوها هون وبالزاويه. رقم ستة، اموال ايقاف مؤقت. خليني نتصوره من هناك. كثير بيسألونا عنه الطلاب، ركز معي شو البص صاير. 2 N عامل والمقام صاير 1 بثلاثة بخمسة 2 N ناقص. شوف البص 2 N اللي قبله 2 n ناقص 1، اللي قبله 2 n ناقص 2، اللي قبله 2 n ناقص 3، اللي قبله 2 n ناقص 4، نزولا لل 6 5 4 3 2 1. لاحظ ان البسط في مقادير زوجيه ومقادير فرديه، يعني في اعداد زوجيه اعداد فرديه، ولكن المقام شوف 1 3 5 2 n ناقص 1 اخذناها بالامواج اليوم والبارحة، كنا عم نقول بالعمود الهوائي المغلق، كنا عم ناخذ الامثال 2 n ناقص، كنا عم نقول امثال فرديه، تذكرتوا امثال فرديه. فهذا بالرياضيات رمز للاعداد الفرديه، كل ما نشوف 2 n ناقص 1 هذا يعني انه عدد فردي. فالمقام هو عباره عن مقادير فرديه. طب بالبسط انت عندك جدار اعداد زوجيه ضرب فرديه، والمقام عندك الاعداد الفرديه، بتروح الفردي مع الفردي. مين بتضل فقط؟ الزوجي. اذا شو بنعمل هون؟ مثلا 3 بتروح مع 3، 5 بتروح مع 5، هي بتروح مع هي، اذا هون شو عملنا؟ اختصرنا الاعداد او المقادير شو نوعها؟ الفرديه. صح. اختصرنا المقادير الفرديه. شو بدي ضل معنا؟ الزوجية. ويا محلى الحياة الزوجية. يا شو هن الزوجية؟ 2 n 2 n ناقص 2، لاحظ 2 n ناقص 4 نزولا حتى 6 4 2، هيدول هن الأعداد الزوجية. هون لسه في شغلة صغيرة بدنا نعملها. تحت اللوحة بس حطيتها على الطاولة. شوف شو بدي اعمل بهالخطة.
إذا أنا أقول لك 2x ضرب 2y ضرب 2z فيني طلع 2 عامل مشترك ولا لا؟ لا لأنه ما في زائد بالنص صح؟ إذا 2 عامل مشترك غلط بس هون شو فينا نعمل؟ 2 ضرب 2 ضرب 2 فينا نقول 2 أس عدد مرات التكرار واللي هو 3 bx by هون نفس الشيء أول وحدة فيها 2 وهيدي إذا بتسحب 2 عامل مشترك بتصير n ناقص 1 هيدي إذا بتسحب 2 عامل مشترك بتصير n ناقص 2 وهكذا ال n ال 2 تنضرب ب 2 بصير 2 تاني تنضرب ب 2 بصير 3 2 تنضرب ب 2 بصير 4 نضربه 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 n مرة فصاروا 2 أس n ليك مين ضل؟ ضلت هال n هاي اللي راحت الاثنين تبعيتها ضلت ال n ناقص 1 هاي شو عم تصير؟ n ناقص 2 نزولا لعند آخر أرقام شو كانوا؟ الستة شلنا منها 2 قسمناها 2 شو ضلت؟ 3 والأربعة قسمناها 2 2 واثنين قسمناها 2 1 هذا المنظر الأخير فمن عند ال n لعند الواحد هو نفسه مين؟ n عاملي فشو صارت؟ 2 أس n ضرب n عاملي ممكن تسألني تقلي أنا كيف عرفت إنه هالاثنين تكررت n مرة؟ السبب عين على هدول من ال n للواحد من الواحد لل n كم عدد فيه؟ n عدد فبقول 2 أس شو؟ أس تفضل اسألوا اسألوا خايفين من التصوير مثلا؟ والله وقف التسجيل نجي على التمرين الثالث شوفوا لنا اياه يلا السؤال الثالث بهذه الصفحه يقول افتح الكتاب والله صار يكون افتح بدنا نكتب على الكتاب يلا خلي عندك نكتب مع زينب السؤال الثالث وافي لك بس رقم 3 ما عملنا شيء بالبريك بس شربنا مي اكتب جميع التبادير السؤال ما بيجيك بالامتحان عيد صياغة السؤال اكتب جنبه كم عدد تباديل هيك بيجينا السؤال بالامتحان كم عدد تباديل المجموعة A B C D كم عدد تباديل المجموعة A B C D ما بيطلبون للتباديل برحة نحن قلنا شغلة إلا إذا بدنا نبدل مجموعة بين بعضها البعض نأخذ عدد العناصر ونحط جنبها عاملي هالمجموعة كم عنصر A B C D كم عنصر شباب إذا الجواب هو أربعة عاملي 24 طريقة خلينا نحل سؤالنا الآن اللي ما بيجي بالامتحان لنا اكتب جميع التباديل طبعا ليه ما بيجي ما معقوله تكتب له 24 تبديل بس نحن رح نعطيك الطريقه اللي بتطلعهم فيها اكتب علي اعتبر انت عندك اربع مقاعد او اربع اماكن اول شيء اخترنا ال ا بعد منه بالمقعد الثاني فينا نحط ال ب او السي او الدي اول مقعد ا ثاني مقعد ب هون فينا نحط السي او الدي أنا استخدم مخطط الشجرة طبعاً هذا مخطط من صف العاشر إذا معنا A B C D إذا معك الأول أول مكان A B C آخر مكان شو بدي يكون إجباري D طب إذا معك A B D بدي يكون إجباري C هاي رباعية فمنقول أول تبديل بقدر بدله A B C D حطهم جوات قوس مجموعة فيها أربع عناصر تاني طريقة A B D C نجي هلا إذا كان الأول A والثاني C هون بيكون B أو D فإذا كان A C B هون D A C D هون B كمان هذول بيعطونا رباعية وهذول بيعطونا رباعية نجي عند D نفس الطريقة A D B C A D C B لاحظ العدد A لما حطينا أول شيء
او العنصر اه رحتنا اول شيء اعطاني هون طريقتين هون طريقتين هون طريقتين اعطاني ست تباديل شيل الا هلا حط بدال البي بلش بالبي ورجع عمل طريقه الانتصار يطلع سته ثاني شيل البي اعمل سي بده يطلعوا سته باخر شيء جرب بدي اول شيء رح يطلعوا سته هلا هو اللي بده هدول نعملهم هيك قوس كبير ونحطهم كلهم جوا القوس ما في داعي نطلعهم بس نحن نعرف طريقه طبعا نكمل هاي ونكمل هاي وكانه يقول نور لوجين رغد سالي هاي تبديل تبديل اخر نور سالي لوجين رغد تبديل اخر لوجين رغد سالي نور وهكذا الاربع شغلات لما بدك تبدلهم بين بعضهم البعض 24 طريقه وكانه اربع قاعدين بدهم يحضروا فيلم وما عجبتهم القعده بضل يبدلوا بين بعضهم البعض حتى تعجبهم القعده فما بتزبط الا اذا بدي يجربوا كل الطرق لازم يبدلوا 24 مره إذا السؤال هذا إذا كانت الأعداد كبيرة ما بيجيك اكتب التباديل بيجينا كم عدد التباديل مين عنده سؤال؟ أعتقد سهل حبيت ولا الشجرة؟ ما في شيء ممسوح كمان؟ هاي الشرح شو مكتوبه؟ ثم نطبق له السؤال الرابع هام جدا 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 توقع اكتب توقع ما يكون عم تتوقع كل المنهج اكتب توقع السؤال يقول ركزوا معي على التمرين لتكن المجموعة 1 2 5 8 9 بعد على الحيط الفيق 1 2 5 8 9 أول سؤال كم عددا مؤلفا من منزلتين يعني أحاد وعشرات يمكن تشكيله من عناصر هذه المجموعة سيدرا لما بيقول لك منازل للعدد بيستخدم توافيق ولا مبدأ أساسي مبدأ أساسي برحلنا لأن المنازل تعني ترتيب أحد عشرات طالما قالوا كلمة منازل معناها مبدأ أساسي للعدد اكتبوا جنبها منازل يعني ترتيب يعني مبدأ أساسي للعدد منازل تعني ترتيب تعني مبدا اساسي بالعد برافقي بنبلش هلا السؤال هلا نبلش شوف كثير السؤال على الفيسبوك بحولوا بيقولوا مثلا حطوا شرح او بيقول واحد بيكتب على جروب البكالوريا انا بدي اختار عدد بختار العشرات اول شيء ولا الاحاد الاستاذ فارس عم يحط العشرات اول شيء والاستاذ مدري مين عم يحط الاحاد اول شيء شغله مو هيك الشغله انت بدك تعمل عدد من منزلتين اذا موجود بهالاعداد العدد صفر بيعمل لك مشكله العدد صفر ما بصير نحطه من وراء من المنزله الخلفيه فاذا كانت هذه المنازل تحوي العدد صفر فاجباري بدي اختار من الخلف اما اذا ما في عدد صفر فمن الخلف الا من الامام نفس الشيء هلا بالنسبه لسؤالنا ما في عدد صفر فأنا اخترت العشرات أول شيء صح وأنا اخترت الأحاد شو؟ كمان صح تمام؟ هل؟ لأنه بقى أنا ملاحظ أن إذا العدد صفر موجود بأخذ المنزلة الخلفية وبحذف الصفر عدد طرق اختيار العشرات 5 قلنا 5 طرق يعني يهد 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 عدد طرق اختيار الأحاد الآن راح عدد شو ضلوا؟ بس ممكن أنا أختار نفس العدد مين اللي بيحدد؟ المسألة إذا قال لك منزلتين مختلفتين اللي أخذته ما فينك ترجع تأخذه إذا ما حدد لك قال لك منزلتين ما قال شيء تاني فالعدد اللي أخذته أول مرة تقدر تأخذه تاني مرة شوف صياغة السؤال عندك كم عدد مؤلفا من منزلتين إذا اللي أخذناه أول مرة نقدر نأخذه تاني مرة فبيضلوا 5 أعداد حسب المبدأ الأساسي بالعد 5 × 5 = 25 عدد أو 25 طريقة اكتب جنب السؤال كمان اكتب اكتب اللي قلته أنا اكتب شو قلت هلا أنا اكتب لم يذكر كلمة مختلفة نستطيع تكرار
العدد. لم يذكر كلمة مختلفة. نستطيع تكرار العدد. طيب شوف اللي بعده. كم عدد ركز على الكلمة. كم عدد مختلف. لون كلمة مختلف. يعني اللي بتختاره أول شيء ما عاد فينك تختاره فراح ينقصوا عدد بالمرة الثانية. كم عدد مختلف ومؤلف من منزلتين يمكن تشكيله من عناصر هذه المجموعة. نبلش من الأحاد إلى العشرات نفس الشيء. يلا عدد طرق اختيار العشرات 5. اخترت عدد بس ما عاد فيني اختاره مرة تانية. ما شو بيضلوا؟ قول حسب المبدأ الأساسي 5×4 = 20 طريقة. طبعا اللي بيطلع الأعداد الأعداد اللي نحسبه عين شو هن؟ هن 11 و22 و55 و88 و99 هن 5 أعداد. ليك كانوا 25 ضلوا 10. هدول هن اللي نحسبه. بل ما فيني كرر العدد لأنه قال لي أعداد نوعة مختلفة. اكتب جنبها إذا بد أو أكثرنا. قلت مختلفة لا نستطيع التكرار. آخر طلب قال لك كم عدد زوجي. لوين كلمة زوجي؟ محمد متى يكون عدد زوجي؟ إذا كان أحده زوجي. إذا هون في شرط وأنا البارحة شو قلت لكم؟ لما بيعطيك شرط راح تختار الشرط أول شيء. فهون إجباري عنك بدك تختار أول شيء مين؟ الأحد. ليك عدد طرق اختيار الأحد بتروح بتعين على الأعداد. بتعد كم عدد زوجي. جود التعيين من الحيط لاجل شو هنتشوفه. كم عدد زوجي عندك هون؟ شو هن؟ الاثنين واثمان. اذا عدد اختيار طرق الاحاد هن اثنين. يا اثنين يا اثمان. نجي على العشرة. طب اخترت اول مرة. اذا اخترت اثنين بقدر باخذها ثاني مرة ولا لا؟ قالوا شي كلمة مختلف. اذا فيني اختارها مرة اخرى. لما بجي على العشرات ما عندي مشكلة. كل الاعداد فيني اختارهم عشرات. وبيرجعوا 5 حسب المبدأ الأساسي 2×5 = 10. وبكل بساطة هذا السؤال إن أتاك في الامتحان وسكر معك المخ. بكل بساطة طلعوا للأعداد هن 12 52 82 92 22 أو 18 58 88 99. عدوا المشروع 28 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هدول 10 صح ولا ما صح؟ هن بدهم أحد زوجي. الخمسة الاثنين بيتكرر مع الخمس أعداد والثمانية بيتكرر مع الخمس أعداد. أنا لو عم حط الأسئلة بكون لقيم شوي بقول ما هي هذه الأعداد عشان أعرف الفهمان والمفهوم. هدول هن الأعداد تمام. بس أحمد الله ما أنا اللي بحط الأسئلة. طبعا هذا السؤال مرشح بقوة لهذا العام. هلا أنا بدي أعمل شوية تعديلات صغيرة على السؤال. رح شيل العدد 9 حط بداله 0 تمام. رح أرجع حل أول طلب واللي هو كان عدد مكون من منزلتين يمكن اختياره. نجي هلا هون بابا بتبلش بالأحد إجباري بمين؟ بالعشرة. بتقول عدد طرق اختيار العشرات 4. حلوين رغم الحزن. حزن يعني بكالوريا. شيل الصفر ما فينك تختاره بالعشرات. بعملك شفت عدد عشرات وصفر؟ لا. معناها شو ضل؟ 4 أعداد. نجي على الأحد ما قالوا مختلف بحقلي أفضل كلهم 5. 4×5 بيطلع الجواب 20 عدد. إذا كان عندنا الصفر موجود ما فينا نختاره. مين بيعد لي هاي الملاحظة؟ مين فهم هاي الملاحظة؟ يرفع ايده. مين فهم هاي الملاحظة اللي عم بحكيها مشان الصفر؟ فهمت؟ سالي شو بدك فيني يا أخي؟ أنت فهمت إني ما فهمه؟ ليش ما عم ترفع ايدكم؟ لك شو بدك بالعالم؟
سالي عيدي لنا ملاحظة بصوت قوي خلي رفقاتك يسمع. اسمع لنشوف إذا فهم مالك. إذا عندنا الصفر موجود شو بصير؟ لما يكون الصفر موجود بالمجموعة بصير عندي شرط إنه لازم بلش باختيار العشرات قبل الآحاد. ليش؟ لأنه ما بصير يكون هو من العشرات. خطأ. مين بيعيد؟ مين بيحاول يزبطها؟ اسمع. لا ما عرفت تحكي الملاحظة. محمد. إنه وقت بيكون بالمجموعة في صفر بنختار عدد في عشرات أو مئات أو هيك. منبلش فيه بالعشرات. ما بنختار الصفر. كمان خطأ. مين بيحاول يزبطها؟ بقول اللي قالوهن قالوا إذا عندنا مجموعة وبدنا نعمل أعداد ما فينا ناخذ الصفر من ورا. هذا ملخص الحكي. هذا الحكي خطأ. مين بيحاول يزبطها؟ منازل. شو يعني منازل؟ إذا كان أحد. لا بناخذ بأول منزلة بس. لا ما تقول لي أول منزلة بس. يعني إذا كان أحد عشرات مئات فينا تاخذه بالعشرة. آخر منزلة من ورا ما فينا ناخذه. بس الحكي غير دقيق. السبب طول بقى طول بقى طول بقى. إذا أنا كان معي موبايل بدي أحط له كلمة سر فيني اختارها صفر 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 ولا لا؟ فالصفر قدرت أحطه من وراء. معناه اللي بيحدد طبيعة السؤال. إذا سألك بالسؤال عن شوفها ركز. إذا سألك عن منازل عدد هون ما فيني أخذ الصفر من وراء. أما إذا كان السؤال شوف عن كلمة سر نفس السؤال هلا هاي الأرقام فيهم صفر. قلت لك كم عدد مختلف كم عدد يمكن تشكيله من هذه العناصر إذا أردنا أن نضع كلمة سر لجهاز التلفزيون. قلت لي الصفر ما فيني أخذه من وراء. بقدر ولا ما بقدر؟ أها. لذلك شوف شو صار مع الطلاب العام الماضي. جاهن سؤال بالامتحان عن الرمازات. رمازات جمع رامز. رامز يعني كلمة سر أو أكواد. فالطلاب وصلوا لهون عين الصفر موجود نفس السؤال عين. قال عدد طرق اختيار العشرات أربعة. قال الصفر أنا ما فيني حطه من وراء. طب هذا ما قلت لك أنا كم عدد له منازل بالمنازل يعني بالعشر منزل الأخيرة ما بصير. أما إذا ما كان منازل كلمة سر طيب باسورد كود رماز بصير لما بصير مو دايما والله. لذلك لما عم يحكوا رفقات كان عم يطلقوها بالعموم يعني عم يقولوا إذا شفت بين الأعداد صفر ما فيني أخذ من وراء. لا بدك تقول لي إذا شفت بين الأعداد صفر وكان مطلوب عدد مؤلف من منازل وقتها ما بقدر أخذ الصفر من وراء. والموضوع صار مع طلابنا حتى أحد الطلاب يجاني مبسوط طالع بعد ساعة ونص مخلص فحص جاي لهون. تقول أنا مرة طلابي يخلصوا بساعة ونص بيطلعوا من الامتحان بيركضوا لعندي بدل يبشروني على أساس. معني بنبهن ما تطلع قبل نهاية الوقت لأنه بصير نقل آخر شيء يفوت محلول بتتأكد شوي من الحلول إذا كان حظك حلو طبعاً والمركز في الدفع. عم تسجلي؟ طبعاً هذا الحكي ما بصير بسوريا هذا الحكي بصير باليابان. المهم إجاني الزلمة بعد ساعة ونص مبسوط 600 وصلنا لها. طبعاً أنا بشوف الأسئلة بكير على طول بتنزل على النت. شفت مكتوب عدد الرمازات. طبعاً بيحب يشوف الدورة هي الدورة الأخيرة عنك أنا دورة 2020. عرفت هون إنه في عالم أكلين معنو منبه نحن. إجا الزلمة وصل لهون قال هذا سهل استاذ الصفر ما منحطه من وراء وعني تركته كل الورقة صح إلا هذا الطرق 582 عالم إلا هذا 500 كان مده الأول على سوريا. فنزل مجموعه من 240 لل 288 نزل تقريبا وراح 0.2 مدري وين بالعالم الموجود بروح 20 علامه. السبب قله التركيز. لذلك ما تحفظها بصم والله. يعني انت عرف ليش انا ما فيني اخذ الصفر لانه المنزله من الخلف لا تجوز ان تكون شو صفر. اما الباسورد كلمه سر بلا تعال نكتب لها الملاحظه مشان ما تجحش مثل ذاك الصبي. طب معي هلا طولي بقى في منصب اسمه صفر. منصب اسمه صفر طب معي
إذا كان العدد صفر موجود. اكتبها لهي. اكتبي يا لين. ها أنا بمسك لك الكاميرا. إذا كان العدد صفر موجود. وطلب عدد وطلب كم عدد مكون اكتبوا هيك وطلب كم عدد مكون من منازل وطلب كم عدد مكون من منازل فلا نختار الصفر في الخانة الأخيرة. طبعا منازل يعني خاناتها. فلا نختار الصفر في الخانة الأخيرة أو المنزلة الأخيرة. أما إذا كان السؤال عن كود أكواد يعني كلمة سر رامز جمع رمازات مغمزات رمازات فإننا نستطيع اختيار العدد صفر في الخانة الأخيرة. سالي فهمت الموضوع؟ ارجع عيد الملاحظة. فإننا شو قلت؟ أنا لا نستطيع ليش؟ فرجيني؟ شو قلت أنا ليش؟ فإننا نستطيع قلت. والله شككني لحالي. أنت شو كاتبة بابا نستطيع ولا نستطيع؟ نستطيع. عيدي سالي. إذا كان عندنا مجموعة فيها صفر إيه؟ إذا كان المطلوب منازل إيه؟ بنحط الصفر بال وإذا ما مطلوب منازل؟ بنحطه مثل ما عم تقول بتقول عم تقول بركي كم مناصب؟ لا منحط بالمناصب شو رأيك؟ ما بصير بالمناصب شيء اسمه صفر وصلت بس بركي الزلمة اسمه صفر فينا نختاره ولا لا؟ فينا نختاره اللي بقى لحظة شو صرت تقول مدة التسجيل سؤال خمسة يلا رنيم علو علي محمود علو الراس شي محمد شيل الموبايل خمسة يلا سؤال خامس سؤال دورة 2017 اعتقد تبع السؤال شوف كيف بدك تكون فهمان الموضوع يقول السؤال في أحد مراكز الهاتف ركز على السؤال في أحد مراكز الهاتف لساتنا بالصفحة 152 مهندسان وأربعة عمال كم لجنة لجنة يا آية لجنة نستخدم مبدأ أساسي ولا ما بنستخدم اسمع لجنة بدك تختاري ناس تحطيهم باللجنة ما بنختار نختار خطأ بتكملي السؤال للدوري إذا في منصب ولا لا تمام في عالم شو بيفكروا مثل ما فكرت آية هلا طبعا أنا غشيتها شوي بالحكي إذا شافوا كلمة لجنة مباشرة بيقولوا مبدأ أساسي بالعدلة بالدوري في شو تراتيب نحن للتراتيب اشتطنا من الخارطة يا توافير يا مبدأ أساسي طيب كمل السؤال لنشوف في مدير نائب مدير ولا لا وين كم لجنة قوامها قوامها يعني عدد الأشخاص مهندس واحد وعامل واحد بدون يكمل الجملة مشان يقولوا شو بدون يعملوا في منصب ولا لا يمكن تأليفها لمتابعة أعمال الصيانة في المركز أعمال الصيانة بده مدير ونائب مدير شيء لا بيجي المهندس بيصلح والعامل بيعطي الغراض مثلا فهنا لا يوجد منصب أي لا يوجد أهمية للترتيب كتب جنبها لا يوجد منصب يؤدي لا يوجد ترتيب يؤدي توافق معناها نختار توافق بس هنا شو بدهم بندر مهندس واحد وعامل الواحد معناها سؤالنا يقوم على مرحلتين اول مرحله اولى اختيار المهندس
فيني اختار من العمال مهندس؟ لا. كم مهندس عنا؟ اثنين. اخترنا واحد. توافق اثنين واحد. اثنين. نجي هلا. سنختار العمال. كم عامل عنا؟ أربعة. رح نختار واحد. توافق الأربعة واحد أربعة. حسب المبدأ الأساسي إذا عنا مرحلتين بنضرب الجوابين ببعض. اثنين ضرب أربعة. ثمانية. إذا ما مصدقني روح أنت عمل لعبة. حط اسمين لمهندسين مثلا فراس وسامر واربع عمال اسماء بيخطر على بالك وجرب فراس مع احمد فراس مع رح تشوف رح يطلعوا ثمانيه طرق. طبعا الذكي فيني ينقذ نفسه مثل ما انا قلت بحط اسماء اعتباطيه عم سوده بيعملها بيعملها بطج الجواب بس بدي تروح عليه علامه الطريقه بدي اخذ فقط علامه الجواب عمليه قاف مؤقت. ليش بالنص عم نحط ضرب؟ يعني احنا طلعنا العمال طلعنا ومهندسين شو في بيناتهم؟ ما حلت لكم واي يعني ضرب عمال واي يعني العمال لحال بالطلام والمهندسين بالطلام بعدين بتضربهم ببعض او تجربة مكونة من مرحلتين ان المبدأ الاساسي مرحلة الاولى لحالة والتانية لحالة ونضربهم ببعض. السؤال السادس ستة يلا البلاحة كي مع بعض يلا شباب. يتألف مجلس إدارة نادي من سبعة أشخاص بكم طريقة يمكن تشكيل بدو الرئيس ونائب رئيس هنا يا شو في مناصب ولا لا شو نستخدم مبدأ الأساسي بالعد إذا نكتب جنبه يوجد مناصب يؤدي مبدأ أساسي بالعد يوجد مناصب يؤدي مبدأ أساسي في العد وما فينا ناخذ توافق بنموت بعدها الآن عدد طرق اختيار الرئيس سبعة إننا نعتبر حالنا باليابان عدد طرق اختيار نائب الرئيس نقص واحد ستة بعدين أمين سر خمسة سبعة ضرب ستة ضرب خمسة عم يطلعوا 210. السؤال السابع ما محلول على اللوح تعال نشوف صار طويل ما مشكلة نظبط إن شاء الله يا من قصه يا من نزبة شوف السابع من كتابك يلا اشترك 100 متسابق في سباق للدراجات لوين كلمة 100 يجري فيه توزيع ثلاث ميداليات رح اسأل احد البنات يلا ذهبية فضية برونزية طيب وين آية آية هدول ثلاث معادن نفيسة بيفرقوا عن بعض بشي بيفرقوا أنا لا عم اسأل عن الميداليات عامل لك ذهبية فضية برونزية ثلاث معادن سمينة شو بيفرقوا عن بعض في فرق طبعا في فرق هلا لو كنت مخطوبة وخطيبك عم يجيب لك خاتم برونز أو فضة كنت بتخلعيها بوشه السبب أنه الذهب يختلف عن الفضة والفضة يختلف عن مين؟ عن البرونز الفائز الأول بيعطوه ذهبية الفائز الثاني فضية والثالث لذلك هنا يوجد مراكز والبارحه قلنا مراكز مناصب منازل مراتب كلهم شو؟ مبدأ أساسي بالعد إذا نكتب جنبها يوجد مراكز نستخدم مبدأ أساسي بالعد يوجد مراكز نستخدم مبدأ أساسي بالعد طيب شو منقول عدد طرق يلا عدد طرق ربح الميدالية الذهبية 100 طبعا فينا حاطينكم شرط بنهاية السؤال شو قايل لك لا يوجد
حالات بس بيقصد ما بدهم يطلعوا اثنين اول، فهمتوا؟ يعني بدي ياخذ الذهبيه فقط شخص واحد، مش لما بتنقص نقص واحد واحد. اذا عدد طرق ربح الذهبيه 100، فضيه والبرونزيه 98، ضربهم ببعض بيطلع معنا الجواب 970,200. راح نحل مثال خارجي بس راح نحطه بفيديو تاني. مين عنده سؤال عدون؟ مبدأ أساسي لأنه في مراكز، تمام؟ ليك كل ما تشوف ميداليات مبدأ أساسي بالعدل.